حول هذا الموضوع أكد الدكتور وليد زباري أستاذ إدارة الموارد المائية بجامعة الخليج العربي أن الاستراتيجية الوطنية للمياه تهدف لأن تمتلك مملكة البحرين نظام إدارة مائيا آمنا وفعالا. البحرين تمتلك بحلول عام 2030 نظام إدارة مائي فاعل ومنصف وآمن، وأهم شيء أنه يخدم الرؤية الاقتصادية لمملكة البحرين لعام 2030. هناك في اتجاهين رئيسيين بالنسبة حق الاستراتيجية. الأول هو أن يعني نصل إلى التميز في التشغيل والخدمات، أنه يعني يصل الخدمة تكون على مستوى راقي جدا، والآخر أنه المحافظة على الاستدامة المائية بحيث أنه لا تكون عندنا انقطاعات، نضمن استدامة المياه. أيضا أنت ذكرت يعني في التقرير أن هناك في 13 هدفا و32 مبادرة ومؤشرات، لكن أنا أحب أذكر يعني أهم شيء أنه ما هي هذه الأهداف. الأهداف الأساسية هناك أربعة أهداف رئيسية يجب أن نحققها وتمثل الأرضية الأساسية بالنسبة حق الاستراتيجية. الأول بناء القدرات في مجال التخطيط المتكامل للموارد المائية، هذا القدرات الوطنية يجب أن تبنى، وإن شاء الله يعني في عندنا برامج كثيرة لهذا الموضوع. وأيضا لإدارة الموارد المائية يجب أن يكون عندنا أيضا نظام إدارة معلومات راقي ورفيع المستوى، بحيث أنه يأخذ كل الموارد ويأخذ كل الاستخدامات في الاعتبار، بحيث أنه يسهل عملية اتخاذ القرار. هذا الجزء الثاني. الجزء الثالث هو الترتيب المؤسسي المطلوب لإدارة الموارد المائية، بحيث أنه يكون عندنا حوكمة جيدة للقطاع. وأخيرا التشريعات والإطار القانوني حق المياه. هذه هي الأربعة أهداف الاستراتيجية الرئيسية المطلوبة أساسا تحقيقها في الفترة الأولى من فترة الاستراتيجية. بعد ذلك تأتي أهداف أخرى مثل رفع كفاءة استخدام المياه في القطاعات المختلفة، وإدارة الطاقة في قطاع المياه، وضمان الصحة والسلامة في القطاع، وتحقيق أفضل المعايير لخدمات المياه، وتعزيز الإيرادات وخفض التكاليف، وتأهيل المياه الجوفية. هذه البرامج التي تأتي بعد إن شاء الله إنشاء هذه الأربعة أشياء الرئيسية.